استاذ ايمن الشريف الشيف كيف حالك؟ كيف حالك؟ عساك طيب؟ تمام. حبي ابو فهد هلا هلا بالعندليب البرامج الواقعيه. طول عمرك. يلا حبيب فهد الغروب. الله حي. السلام عليكم جميعا، مساكم الله بالخير. يلا حيهم، مرحبا ومسهلا ومسيكم الله بالخير وبالنور والسرور والورد المنثور. حياكم الله، يا مرحبا ومسهلا متابعينا الكرام في فقرة سحورنا اللي هي الفقرة النهائية في البرنامج الروشن. الساعة 3 صباح الخير يا طلة الصبح السعيد، جلجان اللي مصورك عما يصفون، عمر بن هذال انت مزيد. انت لبذت معشر الانس والشيء الفريد، كيف ما ادري بس الله شؤون الله. طيب جمهورنا مثل ما قلنا لكم اليوم معنا فريقين، زين، واللي بيقيم اللي هو الفريق الثالث بيقيم التقييم، اذا عجبهم الاكل التقييم من ريال الى 5000 ريال، زين، يمكن يعطيهم ريالين يمكن 1000 يمكن 2000، هذا عاد شيء يعود للذمه. والقرار النهائي مثل ما قلنا لكم بيكون عند حبيبنا الشيف ايمن، والشيف ايمن ما راح يعلمنا بالنتيجه، بيخبي الورقه معه وبيعطيها المحكمه عند حبيبنا تركي الدوسري وهو اللي راح يعلمنا النتيجه. مرحبا ومسهلا، الله يحييكم. سمي ابو الله يعافيك. هلا بالمنشد المبدع. وش المفترض تقول؟ ها؟ وش المفترض تقول انت؟ من المفترض وش المفترض تقول انت؟ ما يمشي. تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يلا نشوفكم على خير.